بالذات في هذه الجمعة، الجمعة التي انتهك فيها على عبد الله صالح كل الأعراف. نعم سيد عادل محمد، فقط دعني أنوه إلى أن هذه الصور التي نراها الآن هي صور قبل حوالي أسبوع تقريبا، حيث جرى قتل 3 نساء في ساحة الاعتصام والتظاهر في صنعاء، ولعله ربما أثرت هذه الصور إلى درجة أنه الجمعة اليوم سميت بهذا الاسم بعد عرض هذه المشاهد المؤلمة لقتل 3 نساء، سميت الجمعة جمعة شهيدات الثورة السلمية. أكمل لو سمحت لي بالنسبة لما يجري الآن في ساحة التغيير في صنعاء. الصور لم تكن مباشرة طبعا، ذكرت يا صور قديمة منذ كم يوم وسقط فيها، وهذه توكل كرمان أيضا في هذه الصور التي نعرضها الآن. أكمل لي لو سمحت سيد عادل محمد شمسان، ضعني في أجواء ما يجري الآن في ساحة التغيير في صنعاء. الآن في ساحة التغيير في صنعاء كل الشباب الموجودين هنا لا أستطيع أن أوصف مدى الـ في داخل قلوبهم، يعني ما يعتريهم من ضيق وقوة في نفس الوقت في التخلص من هذا النظام وتقديمه إلى المحاكمة فيما فعله من عيد أسود وقصف النساء في مصلى. أعطوني أي صورة وجدت في العالم أو في أي مكان تم فعل هذا الأمر سواء في هذه المدينة الحالية المسالمة. هذه صور قتل النساء أمام المصلى. طيب هل لديك سيد شمسان، هل لديكم، لا أدري إن كان مرة في خلال هذه التغطية، تحديدا العدد الدقيق لما سميتموه شهيدات الثورة السلمية؟ هل هنالك هذه الصور 3 نساء أمام المصلى تقتلنا، هل لديكم أنتم عدد منذ بداية الثورة في فبراير الماضي، شباط فبراير الماضي وحتى اليوم، كم سقط من شهيدات تحديدا كما تسميهن؟ نعم 6 نساء سقطنا إلى الآن في الثورة السلمية، إضافة إلى العديد من النساء التي سقطنا في أرحب وفي عدد من القرى، يعني في نهم وغيرها، وايضا هنا في صنعاء. صنعاء وتعز وارحب. ذكرنا نعم صنعاء وتعز، اذا ذكرنا فقط 6 نساء التي سقطت في ساحه الحريه. نعم، وأيضا ربما تجدر الإشارة أيضا سيد شمسان إلى أنه كان لها دور كبير المرأة، كان للنساء في اليمن دور كبير في هذه الثورة، ثورة نعم. الشباب السلمية، لعلهم هم من يمدون أصلا شباب ساحة التغيير بالطعام والشراب وبالخدمة والتنظيف، ربما يجب التوقف عند هذه النقطة. إذا رأيتم في الجمعة في 60 يأتي كل الناس يتبرعون إلى شباب الثورة، إضافة إلى مجموعة من الخيرين والداعمين، وكل من يقدم من أسرته يأتي بالماء والطعام وما يستطيع أن يجود به من المال. لا يوجد دعم كما يسمى من الخارج، لتحضر كل القنوات وتشاهد ماذا يأكل الشباب. أكل بسيط جدا، وجبتان في اليوم إلى 3 يعني في النادر لبعض الشباب، يأكلون الخبز مع الجبن، يأكلون مع الفاصوليا، كلها تبرعات تأتي في أثناء صلاة الجمعة، وأيضا في خلال الأيام العادية تأتي تبرعات من بعض الناس من مبالغ بسيطة، لكن كل من يقدم تبرع يكفي لإعالة الشباب المعتصمين داخل ساحة التغيير. رأينا أيضا في التقارير بأن أساسا من يقوم بخدمة المتظاهرين يمدهم بالطعام بالطبخ، من يطبخ، من أيضا يمدهم بالدواء بالعلاج، من أيضا يفتش الداخلين منعا لدخول أي سلاح أو أي مندس إلى ساحات التظاهر، هم النساء أيضا. نعم الأخوات يعني موجودات يعني لدينا ويقومن بهذه الأعمال، إضافة إلى الرعاية الطبية موجودات يعني بكل وفي المسيرات وفي كل مكان، هي شريك مكمل يعني مع الرجل، ومن ينكر ذلك؟ لا. وهذه الجمعة تم تسميتها بناء على ذلك، اعتراف كلي بالمرأة كشريك كامل في هذه الثورة وفي البناء أيضا في بناء اليمن الجديد، لن نبني اليمن مع الرجل فقط،
ستبنى اليمن مع الجميع رجل وامرأة. هذه هي ثقافة الثورة التي تولدت عند الكل، وقدمت المرأة مثلها مثل الرجل، قدمت روحها في سبيل هذه الثورة، في سبيل إنجاح هذه الثورة. والبقية الشباب يتم التعاون وتقسيم الأدوار في داخل الساحة، من حراسة بالإضافة إلى النظافة، نقوم بأنفسنا بالتنظيف في جوانب في ساحة التغيير، ونخرج أيضا بحملات تنظيفية في السكن والأحياء المجاورة. كل هذا يقوم به شباب الثورة دون أي تدخل ودون أي من أطراف أخرى. ومن يريد أن يتأكد بالإحضار إلى ساحة التغيير ويشاهد دون معينه. شكرا جزيلا لك من صنعاء عادل محمد شمسان، رئيس المركز الإعلامي لشباب الثورة في ساحة التغيير في صنعاء.